خلل سريع جدا هعمله في دقيقتين لمرضى الضغط واللي عندهم مشاكل في الملح. عندي مخلل منقوع في ميه، 3 معالق كبيرة خل، فاصوليا حمراء، حمص مسلوق، كزبره مفرومه، جزر مبشور، فلفل مفروم حامي او رومي، و3 فصوص ثوم شرايح، وعندي عود روزماري وحبه البركه وزيت ذره او زيت زيتون. تمام؟ عايزه بقى بوله كده. المخلل اللي عندي بقى بعد ما هخلله هيبقى مخلل عادي، هنقعه في ميه واغير عليه 3 مرات أو 4 مرات الميه لحد ما انزل كل الملح اللي فيه بالشكل ده كده، وابتدي احط بقى فيه الكزبره، الفاصوليا، الحمص المسلوق، الجزر. تمام؟ ممكن احط بقى قرن حامي او رومي كده زي ما احنا حابين، هحط ممكن ورقه لورا. تمام؟ وهحط عليه شويه زيت واقلبهم على بعض. ممكن اخد دي وابتدي اقلبهم بالشكل ده كده. تمام؟ احط شويه حبه البركه اهو، برطمان كبير يا هاني. يلا تمام، وابتدي احط المخلل بتاعي. وبقى عندي مخلل ملحه قليل جدا، تمام، مفهوش ملح تقريبا، يعني انا مغيره الميه حوالي 3 مرات اهو بالشكل ده كده، ومتبل بقى مع بقيه الحاجه، الحمص والفاصوليا والكلام ده كله هيديله طعم، والجزر المبشور حلو جدا اهو. ده مش هحط له بقى مع حلول تخليل خلاص، لان هو اصلا اوريدي متخلل. يلا هات غطي ده يا هاني. هبتدي بس احط له زيت زيتون بالشكل ده كده. تمام؟ واغطي واحطه جنب المخللات بتاعتي. انا النهارده عملت ايه بسرعه كده؟ عملنا مخلل الليمون المعصفر، عملنا مخلل للناس اللي عندها مشاكل في الضغط والملح العالي، وعملنا المجدوس، وعملنا الجزر، وعملنا المشروم والخرشوف. تمام؟ بكره كده هكمل معاكم صنفين 3 مع بقيه العصاير. ان شاء الله بكره هنعمل عصاير رمضان، الصوبيا والخروب والعرقسوس والدوم، كل حاجه ليها علاقه بعصاير رمضان، وهكمل نوعين 3 مخلل كمان معاكم. استنوني بكره ان شاء الله من 1 ل 2.